الا ولدي كما كتشوف دابا انا واقف قدام الباب. هاد المنطقه هادي كانت صناعيه، راه كتعرف هاد المنطقه هادي كانت كلها صناعيه، ومع كين كونس هنا ومع كانت صناعيه. درنا شركه هنايا راه باقي كتشوف، درنا ملي جينا لقينا النصارى هما حتى هما عندهم شركات هنا، والناس اللي كانوا سمعوا الخطبه ديال سيدنا الله يرحمه محرر البلاد اللي كان محمد الخامس كان قال لنا خزنا من الجهاد الاصغر للجهاد الاكبر، لو الناس واستثمروا هنايا وداروا بغاو يتعاونوا مع لا كل واحد خدا المسائل ديالو. انا باقي كتعقلوا الحسن الثاني مثلا الله يرحمه خدا طريق الوحده، محمد الخامس الله يرحمه تاهو طيب الله وتراه خدا المسائل ديال السدود والماء، وحنا خدينا الاستثمار الداخلي. الناس زاو من فاس، الناس زاو من مكناس، زاو ناس من زانوم، زاو للدار البيضاء، لان بغينا نهزوا الاقتصاد ديال البلاد. خدمنا درنا هذه الشركه هذه كريناها هذيك الوقيته، كريناها لقيناها خواو النصارى ومسا بحالهم كريناها. خدمنا فيها 260 واحد، مع العلم ان الشركه خصها غير 60 70 واحد. حنايا خدمنا 260 واحد. جبنا الاليات، جبنا كلشي خدامين مع وسطنا. درنا هنايا واحد البلاكه ديال النحاس فيها شركه سوسيتي سوتي بونز، شركه مجهوله رقم 42 ريدي بلاي حي لا زيروند، يعني هذا هو الحي عندنا. فاذا تبدل المول هذا ما عرفتش كيفاش هاد الناس كيفاش داروا تسراو هاد الارض من 1972، وحنا في هاد الشركه كلشي بالوثائق، الموظفين خدامين بالوثائق، كلشي بخير وعلى خير. فانا اليوم انا كنتسائل مع نفسي وكنوضع السؤال المحكمة التجارية ديال الدار البيضاء، الله يجازيكم بخير، وريوني اعطوني الرقم 40 هنا، واعطوني الرقم 44 هنا. كاينة سوبيتاب نمرة 38، وكاين الحيط، وكاينة الشركة ديالي 42. هاد الشركة هادي راه هي نمرة 42 راه هي. غادي نقول لكم واحد القضية، هذيك البلاكة هذيك راه من 72 وأنا دايرها تما. راه تلاحت وتعاود تزيد. علاش؟ لان ملي جاو يخويو الشركه، ملي جاو يسدوها، جاو المسؤولين اللي بغاو اللي عينيهم في الشركه اللي داروا لي هذا المنوال، جاو في نهار 28 في الليل، جاو حيدوا الارقام، حيدوا هذاك الرقم 42 حيدوه، وحيدوا هذه البلاكه ديال النحاس اللي فيها شركه مجهوله حيدوها. بس الغد جا الوفد من المحكمه، جات الكتابات الضبط، جاو الشرطه، جات الوقايه المدنيه، جات القوى المساعده، جاو كلهم سدوا الشركه بلا ما يشوفوا لها ارقام لا والو، ما كاين لا ارقام لا والو. انا ما فهمتش كيفاش تسدوها بفعل فاعل، ومن طبيعه الحال على قباسنا غادي الناس غادي يقول لك احنا جايين نسدوا 40 44، فين هي؟ هو حيد هذاك الرقم 42 بالعاني باش يتسد، وفعلا سدها. ما دازت واحد زوج الاسابيع ثلاثه تزا في الليل حل، ما عرف شكون اللي عطاه الساروت، وبديتي كتخرج السلعه العساس ليها ديال الليل، عيط عندنا الحاس اللي نعم قال لي راه السلعه ديالكم كتخرج في الليل في الهوندات. خرجوا السلعه شويه، جابوا كاميو كبير ميتسوبيشي باقي كنعقل، دخلوه هزوا الاليات. انا ما فهمتش حتى ملي زار سيف مزقلوه. دابا انا ما كنطلبش شي حاجه واعره، كنطلب انا غير بينما المفتشيه العامه صدرات واحد التحقيق من تعليمات ديال وزير العدل الله يجازيه بخير السابق، ومن تعليمات ديال سيدنا الله ينصرو. هاد المفتشيه العامه انا بغيت هذاك المحضر ديالهم ازالوا فيه، إنا هما داروا هاد الناس عندهم الحق، انا ما بقاش عندي الشركه صافي الله عونها. اما اذا كان فيها هاد الاحترافيه ديال هاد ديال المافيا العقار معاهم الناس اللي عاونوهم في المحكمه، هادشي راه ماشي معقول. نخرجوا حنا نسدوا شركه كتنتز وساهمت في اقتصاد الدوله من 1972، ووظفت تقريبا واحد العدد كبير ديال العمال كلهم خدامين وعايشين في هاد الشركه. نخرجوا كاع هاد الناس ونبيعوا السلعه ديال هاد الناس، وفي الاخير نسردوهم باش نبنيو عماره. علاش ما يقترحوش عليا المنطقه الصناعيه ونمشي للمنطقه الصناعيه؟ علاش ما يقترحوهاش عليا؟ قول لهم دير هنا راه بغينا، راه ولا فيه الاعمار دابا، ما بقاش ديال اللوزينات دابا، هنا كان ممكن كيفاش تحل معنا هذا المشكل. قال لك لا صيفطنا لك رساله الصلح ما بغيتيهاش. كيفاش دير هذه رساله الصلح؟ كيفاش غيتوصلني؟ وانتم كديروا المقر ديالكم 40 44، وكتصيفطوا لي انا في المقر ديالي 40 44، وانت المقر ديالك 42، وانا المقر ديالي 42، وانتم كتكتبوا شركه كذا كذا بلا داعي لذكر الاسم ديال الشركه، الشركه الفلانيه مقرها 40 44، ريدي بلاي كذا كذا، صيفطنا للشركه سوتي بونز رقم 40 44، وزوج مقرات في مقر واحد راه ما يمكنش. انت ما توصلتي حتى بشي رساله؟ وانا ما كنتوصل زبا اللي بغوني ما كنتوصل. وتصوروا اخر مراسله صيفطوها لنا، فين صيفطوها لنا؟ صيفطوها لنا في النمره ديال الدار ديالنا،
أربعة ديال الأرقام، ستة والسبعة والتسعود، والتسعود دخل عليها البلانكو كانت 12 و12 و7، يعني خمسة ديال الأرقام. كيفاش غادي يكون هذا التبليغ في هذه الأرقام هذه؟ كيفاش غادي يكون هذا التبليغ؟ أنا ما أنا زي أنا أنا حد أنا ولد البلاد وما يحتاجش نقول لك أزدوز في هذه البلاد وزيدت على هذه القضية وحصلت، والله العظيم. دابا السلعة تباعت، الناس زاو باش قال لك الناس زاو باش يسريو يسريو، قال لك بيع العلن المزاد مزاد العلني، والله ما قلت لها لهم، قلت لهم والله هذه الشركة لا تحلت. لا علاش ما تحلت؟ لأن ما بقى فيها والو الداخل. يمكن شي واحد يوازن يقول لي شي واحد ما مخلص، ولا شي واحد كان الضرائب والله العظيم لا حتى الاخر حتى 2013 ملي سدوا لينا وجاتنا واحد المراجعه فيها 3000 درهم ومشى السيد خلصها. قلت له دابا الحاج انت سدوا لك الشركه، قال لك لا نخلص الواجبات. وهذا هو اللي بغيت نقول لك انا. دابا انا كنتسنى رساله واحده من المفتيه العامه، لانه هما اللي داروا بحث، هما قالوا لي سير عند المديريه ديال المدنيه في وزاره العدل. انا ما مشيتش، لا انا حقي خصني المحكمه حكمت لصالح هذوك الناس، خصني توريني المبرر كيفاش هذاك السيد داز. اما باش يقولوا لي راه 40 44 حقه وكنصيفطوا لك ما كتوصلش، وسط مسائل المحكمه كتلح في البواطا ليتر. ما عمرني استنى شي انسان كيكون في نزاع في المحكمه وكتزيه شي حاجه شي محضر او شي حاجه شي تبليغ وكتلح في البواطا ليتر. كيخلوا النمره 9 ديال الدار عندي هنايا وتيمشيو النمره 6، كيلوحوا الوراق ماشي كيطلبوا لي سنين، لا راه حنا صيفطنا ليه. دابا انا كنطالب الله يرحم لك الوالدين، انا عندي شي حق من دولتي من المملكه ديالني، انا عندي شي حق يعطوه لي. راه الناس راه خمسه ديال الخدامه دعونا في المحكمه اسمها المحكمه في الحي الحسني الاجتماعيه، خمسه الخدامه داروا لي الطر تاع السوفي بن مزرين عليهم 125 مليون اللي خصني نعطيهم سدوا لكم. قلت له ودي راه قال لك حقا ما توصلناش حنا برساله الصلح. وقال لك انتم بعدا علمتوهم وعطيتوهم الفلوس ديالهم، صيفطوا لهم الفلوس حتى المقر ديالهم الحقيقي اللي كاين في عبد المؤمن، وما بغاوش يتوصلوا به، وعندكم الوراق ديال العون القضائي بن ممسى يعطيهم الفلوس قال باش يتوصلوا بالفلوس، ما بغاوش. هما رفضوا الازار، وعلاش قال لك دعوك بالازار وسدوا لكم على هذا الشيء؟ قال لك واه غريب، هذا قاضي كيحكم واستغرب. واش ندير انا اللي عبد المذنب ما كنعرفش لا السيد ديال العداله وما كنعرفش.